بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نوضع واحد الوصفة خاصة بجلب الخيرات. الناس اللي عندهم قلة الرزق ديما المحفظة ديالهم خاوية، ديما المحفظة ديالهم خاوية، ولو يدخل لها المال يدخل ما يبقاش، تيمشي هذاك المال في السراب، بحال لما يدخلش هذاك المال إلى المحفظة. ولكن المحفظة هي عبارة على جمع المال اللي غادي تصرفه أو أنك غادي تدخله مصروف اليوم. ولكن بعض الأحيان الفلوس النقود ما تيبقاوش في المحفظة، يطيروا بدون سبب، إما تشتري شيء ما خاصكش أو يمشي في السراب، تشري حاجة بحال ما شريتيهاش، تمشي للسوق ما تجيب والو، تجيب غير السراب. ولكن غادي ناخد محفظة إما تكون بني وإما تكون حمراء، أو لون ما يكونش في ألوان، يكون لون واحد. هذا علم الطاقة. أما إحنا عندنا طاقة القرآن الكريم. حاجة واحدة غادي ناخد محفظة جديدة، محفظة جديدة يكون يلاه خديتها جديدة، غادي نبخرها ببخور طيب، ببخور طيب إن شاء الله. غادي ناخد البورتابل ونخلي رقية أو القرآن الكريم أو سورة الرحمن أو الواقعة، نحطها على المحفظة ونخليها تقرأ عليها باش تحيد منها السحت. بعد الأحيان تيكون السحت في المال. إذا غادي أرقي المحفظة بإما سورة الرحمن وإما سورة الواقعة باش تحل البركة على المحفظة. وغادي نتبرك، ولكن نبخرها بعود طيب أو بعود ند. غادي إن شاء الله ناخد 7 حبات، 7 حبات ديال القمح، 7 حبات ديال القمح، وغادي نقرأ عليهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح 100 مرة، يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط 100 مرة، يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي 100 مرة. وغادي نفت بحال هكا، غادي نوضع شيء قليل من الملح، غادي نوضع شيء قليل من الملح ان شاء الله. وغادي نهز هاد القمح بعد ما وضعت شويه الملح معاه، وغادي نهزو غادي نديرو في المحفظه بحال هكا، في يكون ورق غير مسطر، وغادي نوضعها اما في الجيب وتبقى بحال هكا، والفلوس يكونوا مرتبين في المحفظة بحال هكا. نجعلها في المحفظة داخل ما يشوفها حتى حد، وفي نفس الوقت انني المحفظة ديالي اذا بغيت ندخل الفلوس غادي نحاول ندخل الفلوس هكا، ندخلهم بالترتيب، ما يكونش ورق عندك ورقة غير معروفة تبقى عندك في المحفظة، أو عندك أوراق ما صالحينش غادي نحيدهم من المحفظة، وديما المحفظة تبقى مرتبة. هذه في علم الطاقة، أنك خاص الأوراق النقود تكون مرتبة. أما أنا أعطيتكم طاقة قرآنية، نحط بورتابل على المحفظة ونخلي يقرأ عليه سورة الواقعة وسورة الرحمن باش أنها تولي جالبة للخير بالقرآن الكريم. وعندي 7 حبات ديال القمح
اللي قريت عليهم أسماء الله الحسنى وحطيت فيهم قليل من الملحة لأن تعطي البركة للمحفظة. إذا لعجبكم الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.